بك فيك. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ومن دعاء لا يستجاب. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هي عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة من كل شر. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل الخيرات علينا مدرارا، فأمدنا بأموال وبنين، واجعلنا جنات واجعلنا أنهارا في الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. اللهم إن لك في هذه الليلة اتقاء من النار، اللهم اكتبنا منهم، اللهم اكتبنا منهم، اللهم اكتبنا منهم. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا ورقاب أخواتنا ورقاب أجدادنا ورقاب جداتنا ورقاب عماتنا ورقاب أعمامنا ورقاب إخواننا ورقاب خالاتنا ورقاب مشايخنا ورقاب أصدقائنا ورقاب من لهم حق علينا ورقاب من عليهم حق لنا ورقاب من أوسانا للدعاء ورقاب من أوساناهم للدعاء. اللهم اعتقنا جميعا من النار، اللهم اعتقنا جميعا من النار، اللهم اعتقنا جميعا من النار. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا غفرت جميع ذنوبنا، اللهم لا تفرقنا إلا غفرت جميع ذنوبنا، يا قوي يا عزيز، يا حي يا قيوم، يا غفور يا غفور. إنا نستغفرك ونتوب إليك، إنا نستغفرك ونتوب إليك، إنا نستغفرك ونتوب إليك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم معينا وناصرا، اللهم كن له ناصرا ومعينا. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم ارزقهم من حيث لا يحتسبون. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، يا حي يا قيوم. اللهم إن أعداءك قد تغوا وبغوا وقتلوا أبناءنا ورملوا
نسانا. اللهم اقتلهم بسلاحهم، اللهم اقتلهم بسلاحهم. اللهم من أرادنا وبالإسلام سوءا اللهم أرنا في، اللهم كن عليهم، اللهم كن عليهم، اللهم اهلكهم بسلاحهم. يا قوي يا عزيز أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدون لك، الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اغسل خطاياهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا ما سرنا إلى ما ساروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا فوق الأرض، اللهم ارحمنا تحت الأرض، اللهم ارحمنا يوم العرض. يا قوي يا عزيز يا حي يا قيوم يا رحيم يا رحمن ارحمنا، ارحمنا في هذه الدنيا وارحمنا بعد الممات. يا قوي يا عزيز اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم أحينا إذا كانت الحياة خير لنا وأمتنا إذا ما كانت الممات خير لنا. يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعلنا قرة أعين لوالدينا واجعل أولادنا قرة أعين لنا. يا قوي يا عزيز يا حي يا قيوم اللهم لا تفتنا في أولادنا. اللهم اجعلنا قرة أعين لوالدينا واجعل أولادنا قرة أعين لنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد كما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد كما غفل عنه الغافلون، وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.